السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي ما بعد. شوفوا وصلنا خطر هني طر. شوفوا وين بيصير. أبا اختفى اختفى السافر خطر هني واختفى. شوف شو كيف يختفي في خطر لكن اختفى. ليش اختفى؟ زين هني ما في حد. انزين اليوم مش موضوعنا هذا. اليوم موضوعنا مدينة محمد جمال وبكر الجبوري. لازم يتوسعون الجماعة وخلاص ما في وقت الحين. محمد جمال بينتقل لهاي الضفة. بتبقى الكهرباء هني والماي بنحوله. خلينا ناخذ هالأراضي. ويت ويت لحظة ناخذ الأراضي عشان نتحرك على راحتنا. زين بنيبة من ترى المشكلة الوحيدة عندنا الحين ان هني مطار دولي. في زحمة على المطار. في ناس تروح ترد في مطار هني دولي نوعا ما. في زحمة. هذا هني في زحمة بس عندنا مشكلة not enough customers. الناس ما تروح ترد ما في الكفاية. الحين شوف في تعديلات عامة. طبعا انا حطيت خطار هني يمكن انتم ما شفتوه. زين وبرد احط خطار ثاني الحين. طبعا الخطارات قاعد تسويها بالطريقة هاي. ابى احط قطار هني على الطاير اللي هو بيكون في نصف المدينة تقريبا. اوكي شوفوا لحظة هذا شارع هني صح. اوكي بيتضايقون شي بس مو مشكلة سوي لهم ازعاج لكن بنفك لهم ازمة. اوكي بسوي قطار ثاني بالطريقة هاي. الحين في عندي انا فكرة شارع هني ان شاء الله تضبط. ان شاء الله تضبط. فيها شوي دهلزة هي. كيف يعني دهلزة؟ فيها شوي. خلنا نرفع 9 اساس ما يطلب منا بعدين. 7 يجي 7 ما يجي. 8 ما يجي. 9 مستحيل الحين يوافق اني اشوفها. مستحيل. توقعت انه ما بيرضى السافر. انزين بنحطه هني. بني المدينة محمد جمال الحين. خدمات عامة مواصلات عامة. وانتو قلتوا اكثركم قلتوا تبون تشوفون تفاصيل المدن كيف نحن ممكن لا هاي خلى شارع ملتوي شوي. ايوه اساس يكون شوي شكله شو يعني مش مميز. هذا لحظة هذا مخبوص مش مميز. خلنا نتفق على الشيء هذا. خلنا نسوي شارع بالطريقة هاي. ايوه شبه ضبط شبه ضابط معي انا. اوكي وبنحط لهم شارع لحظة عندي كهرباء هنا. هنا شيء عاد ليش يقول لي اوريدي اكيوبايد. لحظة اوكي لا ممتاز. ما بنحطه على الشارع هذا في زحمة. ما بزيد تقاطع بزيده هنا. خلهم يزعلوا شوي من المشكلة بس نقدر نعوضها نحن هني. اوكي الميزه في هذا القطار شو ان نحن بنحطي. انا ما بقضي كل الحلقات قطارات والله بس هذا شيء مهم. زين نحن بنحطي لنا قطارات ماينس 12. زين من ورا هذيل في الشارع اللي هو شو يؤدي الى منو هني. بننزل شوي ماينس 15 كنا عش اللي قبله ما يكفى 20 ما يكفي. زين اوكي ماينس 20 بننزله وما يطوف من تحت بعد صح.
ممكن نغير الاتجاه من هنا الى وين؟ ايوه الى هذا زين. خط قطارات ليش مرة موصلة فيه؟ هم مش خط قطار؟ اشوف قطارات انا. هذا المترو مالي يا حبيبي، جبت العيد انا. انزين هذا بنوصله الى خط القطارات اللي هو شو هني. لحظة، هذا بنوصله في اليوتير هذا، وتحسونه خبصة، لكن بما ان تحت الارض انا ممكن شوي اتساهل في موضوع الخبصة، عرفتوا؟ لين اهم شيء هم ما يروحون في لين واحد، يعني القطار اللي يدخل هني له مسارات يروح فيها، فهمت علي؟ الحين بنسوي هذا الطريقة هاي هني، بنوصل التقاطع اللي هني، ها بنسوي له تقاطع، ما يستوي له تقاطع، اوكي. ها معناه قطارين هاي المفروض يكونوا مشبوكين الحين، اوكي؟ ممكن هنا قطارين، طبعا عندي شارع، الشارع بيكون بالطريقة هاي هني، ما يعني سيدي خلاص مرة طيبة، والجسر صغيرون هني، شوفوا. الدوار هذا ترى مصيبة المصايب الزحمة، والله مصيبة المصايب يسوي لنا زحمة. هذا بيحلنا شوي مشكلة سكنية. زين خلنا نرجع لمدينة محمد جمال. لحظة خلنا نسوي، بما ان عندي قطارين، نقطة من هذا القطار الى هذا القطار ويرجع. ليش ما يقدر؟ لحظة ليش ما يقدر؟ اوكي هذا كارغو، ها مش قطار الناس نفس هذا الى هني. معقولة مش موصولين في بعض؟ انا اظن يمكن مش موصولين اساسا حاليا. المفروض يكونوا موصولين هنا في بعض. ويت، هذا معناه الوضع محتاج تعديل. نحن نبغى نوصل الاثنين في الخطين اللي رايحين لوين؟ لذاك الطريق، اوكي؟ حلو؟ فنبغى خط اي من هني لين، لحظة ويت ويت، يا حبيبي، ماينس 12 لين هني. انت اركب في هذا الخط، حلو؟ وانت ادخل في هذا التقاطع، وانت انقسم هناك، وانت في هذا القطار، هذا القطار يدخل في في هذا. اتصور بيكون كافي هذا حق الشبكة. بعدها يقول لي غير موصول. يا حبيبي لا تقول لي مش موصل، انت في كل شبكة موجود. حتى بهذا الاتجاه موجود، خلال هذه الاتجاهات. اوكي لحظة، انا عرفت المشكلة. هذا نبني بلين كارغو اللي حطيناه صح؟ ويت، نحن حطينا كارغو ولا
باسنجرز، ايوه باسنجرز ناس، وهذا مال ناس. اوكي مفروض عادي توصل، ماكو عندي مشكلة يعني اوصلها. يمكن هذا اللين مش قادر اوصله في اي مكان. ما راح اوصلهم في اي حد، يمكن هم فيهم مشكلة كقطارات. خلنا نمسح كل الخطوط. اوكي والله شيء احس اني اضيع الحلقة في هذا، بس البداية كانت تعبانة اني اخترت اسوي هذا الشيء اول شيء، انا كانت بداية تعبانة. انزين خلينا ندمر هاي الكلهم، ندمر ندمر، زعلوا كلهم. شوفوا بساعة يوم حطينا القطار كانوا زعلانين، يوم شلينا القطار زعلوا، فالناس ما لهم حل. انزين محطة قطارات عادية جدا. اوكي نوصل الشارع الى هذا المكان، مش هذا الشارع، هذا نوصل شارع هني، هني محطة قطارات ناس عادية جدا. وين وين صار وين صار؟ اوكي ما راح ينفع كذي اصلا في كل الاحوال، مو مشكلة تحملوني هالحلقة شوي. لان اوكي ممتاز ممتاز زين، بنحطي له خط من هنا الى هنا هنا المسافة يقول لي وايد قصيرة. خلهم ياخذون لفة، وين المشكلة يا اخي؟ مو مشكلة، خليه ياخذ لفة، خليه ياخذ لفة. هني ما نستولف دايركت 18 17 12 إلى هني. اوكي وهذا خلي درب اللعبة هني، مو مشكلة عادي، مش قضية يعني. بس فنسوي شو، وصل هذا في هذا الشارع، والله فكرة سيئة بس بعدين بعدل اظني، على الاغلب راح اعدل. هو لو انا اوصل هذا هني بيكون افضل بمراحل، بس ويت ما راح يرضى، عارف انه ما راح يرضى. زين بنشل هذا من هني حاليا 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 حاليا، بعد ما يستوي بعد ما يستوي. زين اذا هذا القطار اودي، عندي اختار ركاب ثاني، ما عندي اختارات انا تصدقون. خلاص برايي خليه يجيب الحين، نشوف اذا بيجيب ناس معناه المشروع ناجح، اذا ما بيجيب ناس معناه المشروع غير ناجح. لان الحين انا كيف تشيك عليهم؟ ترى في كروت هني، شوفوا المفروض انه شغال، شوفوا هذا شغال، هاي شكله شغال، اخضر ترى في كروت عليه. انزين المفروض انه جدا شغال، خلي بس نحط له مركز شرطه صغير هوني. انزين
خلنا نرجع لمدينة محمد جمال. يا حبيبي أنا خبصت الدنيا وش اسمه جبت العيد ليش ما أسويه هني؟ خلي هني الكهرباء. أوكي أسوي تقاطع جديد، بس الهدف من تقاطع جديد الهدف من تقاطع جديد انه يخدم مدينة جديدة. تقدروا تقولون مدينة محمد جمال راح تجي مدينة شوي ضخمة من مدينة حلوة. لا خلى الشارع السيدة هذا، هي هذا الشارع السيدة احسن، لا افضل افضل وايد وايد افضل بكم. اذا في انحناء تسولف عقب بنحله ما عليكم كالعادة يعني، شيء حلينا شيء ما حلينا شيء. زين ونبا هني، احس هني غلطة بتكون، خله هني حاليا بس بسوي بمنع اليوتير، هذا كل اللي اقدر اسويه الحين. لحظة ريت انا احس اني قلب الشوارع هي قلبنا. اوكي الحين بركب من عدل بس من اليوتير، يدخل هني يدخل هني وهني بس يون هذا الطريق ممنوع يلفون يوتير، وهاي ممنوع يلفون يوتير. هذي ليون هني دايركت ما يروحون اي طريق ثاني، يعني قد ما نقدر اخلي الطريق شو سالك، ما حد يصير اي طريق ثاني خلاص، بس ممنوع اي درب ثاني ممنوع. زين هاستوي عندنا مدخل ثاني، هذا بروح يحل مشكلة ترى. هني بيستوي عندنا محطة تحلية الماء، شوفوا شارع رئيسي كالعادة. في شغلات ستاندرد انا اسويها اكمل ستاندرد يعني ما فيها شيء. انزل بنسير انزل نفس الشيء هني هذا بس يمين حتى يسار ما يروحه، يمين هذا اوكي بس اوكي لا تمام، بس هاي اللي يروح يمين عشان ما يسوون زحمة عندنا. اوكي يقدرون يروحون كل مكان. وهني هاي سويناها في مواسم قبل الصراحة، مو بشي جديد علينا، لكن على ما يبدو سوقه ماشي اللي هو الارض المرتفعة. لحظة خلنا نعطيه برش. زين هاي سويناها قبل في محطة النووي لو تذكرون في الموسم اللي قبله، سويناها بالطريقة هاي. لحظة خلنا نقصه نسوي بالطريقة هاي، مو مشكلة ها كله بيتعدل، مش بالضرورة بيتعدل حتى يعني عادي يعني. مش قضية هاي. الشارع العام ست سيدات، ندخل هذا نسوي موديل يبل، نرفع هذا من هني الى هني نسوي خط. شوفوا هذا الفائدة من المود هذا، يستوي شيء شكل جميل يعني. بنمرر شارع رئيسي حول المدينة نسوي هذا المود هذا، ايوة من هني سوي مدينة. اروم احول الماي والكهرباء كلها هنا تبون صدق، احول الماي والكهرباء هني وسوي بيوت على البحر على المينا ها على البحر، مو بحر هذا. اوكي ما يبغى هذا، نسوي هاي محمد جمال مدينة محمد جمال تنتقل هذيك هناك الماي، وهني بتكون الكهرباء بروحه.
شوفوا يعني هني لازم يبالي شوي تكتيكه ترى، لان الماي هذا كله راح يتحول وين؟ هني. فبنشل الماي، خل اوقف اللعبه شوي. اوكي بنشل الماي من هني لين، ابغى اشوف هذا المكان بيكفي ولا محتاج ازيد المكان. ترى حتى لو ما كفى المكان عادي بنسوي مكان ثاني، مش قضيه يعني. نقدر نكبر المكان، نقدر كل شيء، بس ابغى اشوف توقعات مستقبليه كم نقدر نغطي مدن. يعني مثلا مدينة محمد جمال الحين كبرها راح تنتقل، كبرها كاملة راح يستوي لها شو؟ موف شفت، وراح يكون لها سكنيتها الخاصة، راح يكون لها شو اسمه الخاص، كل شيء خاص. انزين مو مشكلة، هاي بس منطقة ماي وكهرباء، مفروض ما يكون فيها مشاكل، لأن الماي ما راح يكفينا بالطريقة هاي. إذا تمينا بالطريقة هاي راح نعاني مع الماي في المستقبل، وفي تلوث قريب. فبشل الماي نفسه أخليه بعيد عن منو؟ عن هذا، عن التلوث، لأن هني في تلوث قريب بنا. في مطار، يعني مطار نحط هناك فنادق كبيرة، ومنها مدينة الجبوري صديقنا يستوي لها الشفت من مكان لمكان، يستوي لها انتقال من مكان لمكان. لحظة خلينا نشوف كم مع بعض مبدئيا عشان نشوف كيف ينشبكم في الشبكة. هي ينشبكم في الشبكة بسهولة جدا. انزين الحين هذا بنيبه لين هني، بس بنسويه قياس هذا حق شو؟ نبغى شارع هني لين هني. اوكي نبغى نمسك هذا نشوف، ما نشوفه منطقي بس يسده يعني، ما له داعي بالضبط جنب بعض لازقين، ما له داعي. معناه ممكن يعني، مش صعب يعني، مش صعب ترى. هناك بيستوي فنادق على الاغلب او صناعيه، ما اعرف، لان في تلوث عندنا هناك اوريدي، ما اعرف متى الارض يبالها لين تتنظف. هذا كله يعتمد على الاوضاع الحاليه. انزين خلينا نسوي لنا هذا هني، شوارع تكفينا، نحط لها. نحن الحين ليش موقفين اللعبة؟ لان عندنا خدمات ماي. الحين هاي الحلقة بس نقل مدينة محمد جمال ترى، تراها مش شغلانة هينا يعني. خلي تشوف بعد المدخول مالنا كم بينزل، ترى هذا كله يأثر على المدخول، كل هذا خدمات مش شوية. بس نحن قاعدين نزيد بيوت، نزيد 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 نزيد، بنوصل كم؟ 100,000، وما عندنا خدمات كافية بنتلعوز. فالأفضل أن نحن نضمن خدماتنا الأول. أوكي بعدين شو نسوي؟ خلنا نسكر هني بشارع، لا هني ما يبغى شارع، هني يبغى قياس ثاني. بس عادي إذا احتجنا ماي بنسوي منطقة ثانية هني يوصلهم الشارع هذا، وبنرتاح منهم. بس هني ابغى اسكر عليه شارع كبير. زين حاليا هذا المشروع الحالي ال 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 I hate you. زين هذا المشروع الحالي اللي هو قايم على، اوكي مو مشكله. ويت هذا يبغى له تعديل خفيف. ايوه حسب يكون جاي مع الشارع واروم. هنزل الشارع من فوق الى، على امل اني اقدر انزله يعني. لحظه طيب الشارع هني زين، بنزله هني، وين المشكله؟ ماشي مشكله صح، لان هني بيتوصل في مدينه في الوسط. حلو في هالمدينه خلوا مال الكتشر اللي هناك، خلوه هناك ما عندهم مشكله. هذا كم يصفي في الاسبوع؟ 72,000. اوكي 192,000، هذا 470، هذا 1200. خلينا نسوي هذا، هذا هني، هذا خدمات منو؟ الحبيب. انزين يبالنا خط في الوسط على اساس الزحمه اللي دائما تصير. انزين
ونسوي محطة باصات ولا تكاسي؟ لا يبغالنا مستشفى. شوف المستشفيات كلها خلاص انا ما قمت اتعامل بالمستشفى نص نص، مستشفى دولي وروح. فلا احد يقول لي ها وي وكيف، مستشفى دولي يا حبيبي، اللي عنده شيء حياه الله. هني عند المستشفى طبعا احلى مكان في الدنيا، عند المستشفى مقابر يعني على اساس كفو عليه والله. هني بالعيد لا مقابر، مقابر مقابر طبعا لازم هني خدمات كبيره. زين في احتمال نصير اني بذاك السجن ولا نسوي له فورمات حق سجن، نسوي له كوبي بيست ممكن كان زي كهرباء مالنا. وين نبغى محطة نووي مالنا؟ اول وحدة هني. اوكي محطة النووي ما ينفع تكون بالطريقة هاي ترى، لان محطة نووي هاي صح، محطة نووي لازم يكون باركينج ماله عنده. خلنا ندلعهم شوي جماعة النووي، والله القياس والله انه بالحظ ترى، ولا حد يقول احتراف كان هذا، والله انه بالحظ. انزين نحطيه من هني لين هني، خلني يباله ثلاث اربع اماكن اصور. هذا بيكفي ان شاء الله؟ لا ما يكفي، ما يكفي. بالنيبله زين، نبلة هني. اوكي باركنات ايوه زين، هذا لازم نحاوله هني، والناس اللي ساكنة هني اللي تداوم هني. النهاية محطة نووية يعني لازم ندلعهم شوي. اوكي ها راح يسوي لي ازمه بسيطه مو مشكله. خلينا نعبي له هني، والنيب هذا هذا ليش مش موصول هني؟ زين شوف استوى. ما اعرف بشوف الحل بعدين مو مشكله، ما بضيع وقت الحل. خلينا هني نسوي هني واحد اثنين ثلاث اربعة هني، يعني نحطي له ترى كهرباء عندنا مش وايد قوة الحين، بنزيد كهرباء. لازم ننقل مدينة محمد جمال الحين، ما في اعذار ما في شيء، الوضع وايد صعب وايد غالي. واو واو 200,000 معقولة؟ ما عندي، كان عندي تو مليون وشوي يا اخي. انزين الحين هايل كيف اوصلها؟ انا لين هاي بكنسلها عقب فمو مشكلة. انزين موصلة هذا الاتجاه، لا هذا المكان. هذا الحين كل حد بيشكل من كهرباء، لكن برجع لهم كهرباء الحين، الحين ترجع لهم كهرباء. انزين ليش على اساس نشغل اللعبة ونرجع؟ لحظة مدينة محمد جمال، المدينة الثانية راح يحتلها بكر الجبوري خلاص مقررة يعني عليكم ما في. بننقل هذا هني، مش بننقل، بنمد هذا هني، بنمد هذا هني، وهني نبالنا كم الشارع؟ وال ماينس أماكن سكرت شكل سبة الكهرباء والماي. أوكي كهرباء عندنا الحين، كهرباء صار عندنا. بس هذا يتشكى ما عنده شو. المحطات القديمة وين بحطيها أنا؟
حطيها جنب النووي، لان النووي يوفر لهم، شوفها يوفر لهم خدمات حلو. وهني المفروض ان اسهل وصول، شو اسمه، اسهل بالنسبه لهم الخدمات، بالنسبه لهم اسهل تكون. اوكي، ونجيب اويل باور بلانت، بس لازم هني، مو مشكلة عادي انقطع، برجع بصرك لا تحاتي. زين، لازم نمد بطريقة، لحظة نجيب هذا، كم مكان ياخذ؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 6 مكان فاضي زيادة، لأن هاي الحين ما يوصل لهم موارد مساكين، ما يوصل لهم لا بترول ولا شيء في هالمدينة. فخلونا، أتوقع المكان بيكون وايد سوري شو غصيت، ما عندي فلوس احول الكهرباء مكانها، لان ليش الكهرباء مقطوعه العالم؟ وانا اقول اوكي، اكسبت يا حبيبي، انا نسيت ان الماي موصل له كهرباء في كل الدنيا يا حبيبي، جبت العيد يا الله يا ربي. جبت العيد في المدن والله، جبت العيد. ممكن المكان قام يتعدل شوي، هاي بيتمون مكانهم، هاي بس بيتحولون، محطات الكهرباء بتبقى مكانها ان شاء الله. شو اسمه، مش محطات الكهرباء، خدمات الباقية هني المفروض يوصل لهم الحين كل شيء، اي شيء خاصة توليد الكهرباء هني، قطعنا عن الكهرباء مكان ثاني. لا شوي اوكي ردينا يعني، بس انا كنت بجيب العيد من وجبته وخلصت، انا اصلا بجيبه ضويت العيد. زين الحين في والله خط سلفية، تعرفوا تشوف السالفة، ما توقعت ان ناسي شيء نفس هذا. كهربتنا حاليا اوكي، بس نبى، مش وقت اكل سنيكر صح؟ خربت ابو البث، احس البث التسجيل سوري، ليش في خاطر سنيكرز. زين هني مو مشكله، بتقول تستوي زحمه، خليك تستوي زحمه عادي، هاي مش فارقه وياي زحمه، تمام عادي يعني، مش وايد مفتكر فيهم عرفتوا، بس ما تصورت هي الزحمه الخرافيه هني، تستوي الزحمه عاديه. والله شكله حلو المكان، بيكون هني، خلنا بصرف في الشارع بس نعطيه مساحة بناء، حبة على قلبي، حبة انزين، وصل هني ايه، اقطع الكهرباء عن المي، هات العيد مرة ثانية اوكي، ايه اقطع هاك اللي بيتوصل عقب التري، صبر الحين بنبني لهم هني مدينة جديدة. انتقلنا مدينة محمد جمال حاليا، وحاليا ياسين نسوي شغلات جديدة هني، مو مشكلة خلينا نبني كل مكان، لأن هاي بيوت عادية
لو لاحظت ما سحط اي بيت كبير. مش وقت المسج يا صديقي. زين، ولا بيت من الكبار. زين، طبعا هنا بيكون بخليه فاضي مكان امتداد تناكل المويه. هنا يمكن اسوي منطقه ثانيه. زين، وعندنا كوميرشال، هذا يكفي. عندنا يبالنا شركات بس على الشارع العام، لان هذه المدينه فيها نووي. صح، نووي يعني لازم يكون في شركات. كيف نووي بدون شركات؟ وبس هني على الشارع العام بحطيهم، بس ما بحط الشركات. لا هني، لا هني خلوه نفس ما هو، بس دكاكين حق اللي يبون يتشروا. حد بيشتري شيء من عصير شيء هالسوالف، حصل دكان قريب. الصناعية ما نحتاج صناعية هني بشكل عام. كهرباء شو وضعه؟ 200 200. بس هذيل اللي بالهم يا جماعة الخير كارغو ترين نفسه هناك، نفس اخو الكارغو ترين اللي هني. بني بالخط ما هناك اصلا، مش اربع خطوط، ما بيحتاج اربع خطوط. يعني هذا بيكون اظن كارغو ترين، ها ما بيستعملونه الا حق شو اسمه، ما بيستعملونه الا حق استغفر وهنا انزين، الحين النقطة الأخيرة اللي هي هذه المدينة. أيوة، بنمسح المدينة القديمة. هاي المدينة راح تتحول لمدينة ضخمة، اسم المدينة بكر الجبوري على محمد الرضيع. هنا مدينة نشل العالم كلها من هني. اوكي، شو بسوي لهم؟ دي زون بكر الجبوري، مش اندستريال. هاي مدينة بكر الجبوري طبعا. وهنا محمد جمال. جمال استوى عند مدينة اكبر. كل حد منه قاعد اكبر. مينور بارك، مش مينور بارك، سوري الحين راح تتغير. اسمح لي يا مينور بارك. اوكي، هذا صار محمد جمال استوى عندنا. حاجة للتوسع بشكل شوي كبير. خلنا نشوف هذا في حد هني، مفروض انهم يجون الحين حاليا من هذا الطريق. واللي نبغى نسوي شيء ثاني طبعا، اللي هو ابى درب من هني للصناعية. بس احس الفكرة راح تكون شوي سيئة، لكن هاي على الاغلب راح تكون توسعات مستقبلية. انزين، جنة ابا مدخل. ويت، من هذا المكان الى هذا المكان. عن طريق الشوارع العام. اوكي، بنسوي بالطريقة هاي.
الشاحنات ابوها تدخل دارك يعني، حتى تطلع اخذ تاخذ مشوار طويل مو مشكله عادي. وين الاربع شوارع؟ شوفوا تعلمنا نحن الاربع شوارع الحين معناه في شارع دخول، واللي هو اكثر من ممتاز، اكثر من ممتاز حقنا، بيخدمنا خدمه هذا. اذا قالوا ما يوصل الحين خليه يطلع من درب طويل مشكله، درب الطلع مو عندي مشكله، خليهم يطلعون من الطريق الطويله. وعندنا هذا ترى ياخذون يمين دايركت. هاي شاحنه شو اويل تراك، اوكي الاويل تراك قاعد ياخذون لفه كبيره الحين. فالحين اتصور انهم المفروض يدخلون من هذا الاتجاه على طول على المصانع. وفي غلطه هني لانه ما عندي شارع رئيسي، انا مش حاطين على شارع رئيسي ومانع انهم يلفون. خلنا نشل المنع. ويت لازم اخلي، لا لازم ما يستوي، لازم يلفون مكان لمكان. خلي شارع واحد يلف بشوف اذا استوى الزحمه ولا شارعين يلفون. يلا شو نسوي اذا هني مش اقرب لهم. مصيبة هاي، مصيبة المصايب. بس المفروض ان هالطريق وايد اقرب لهم يعني. شوفوا توه وصل هذا ياب اويل. بيوصلون الحين بشكل اسرع يعني، ولا حتى ممكن لحظة عندي لكم شور. خلي هذا كنسل منه هني، انا نسيت كيف اسوي له ريست. لحظه المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، بتشوف الحلقه القادمه ان شاء الله يمكن اسوي وجهه دراسيه وامور ثانيه. فمشكور على الحضور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.